بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. فريق العزيز اولمبياد باريس على الابواب، ولا مؤاخذه يعني الناس كلها عايزه تعرف لائحه المنتخب المغربي الاولمبياد. قول لي يا صاحبي الناس كلها مين؟ لا مؤاخذه احنا مش مهتمين يا صاحبي، احنا ان شاء الله تيجي الاولمبياد هنقعد نتفرج كده على العدائين المغاربه، ونقعد نتفرج على ابطال المغرب. اما بالنسبه للمنتخب المغربي الاولمبي فمعلش احنا مش هنركز الا لما المباراه تبدا. صديقي في ناس مهتميه بموضوع اللائحه، خصوصا يعني الثلاثي الكبار اللي هيكون موجود مع منتخب المغرب. ده غير كمان ان احنا بنتكلم على منتخب المغرب معاه 14 لاعب من الفريق الاول. وات معلش يا كابتن انت مش بتقول ثلاثه؟ لا صديقي احنا 14 لاعب كلهم اصلا بدون المنتخب الاولمبي. وعلى حسب التسريبات يا صديقي العزيز، لان الموضوع دلوقتي تسريبات، احنا لسه يا صديقي الموضوع بتاع قائمه الاولمبيات ما تمش الاعلان عنها، فدلوقتي الموضوع كله عباره عن تسريبات اعلاميه. على حسب المصادر الجامعيه، يا اسطى قال لك مصدر جامعي مسؤول ان لائحه المنتخب الاولمبي ضمت كل من شاد رياض لاعب كريستال بالاس الجديد. مبروك يا شاد على موضوع كريستال بالاس ده، والله نسيت ان انا اعمل فيديو على قصه شادي وتواجده في كريستال بالاس. اسامه ترغالين، اسماعيل صبايري، امير تشالسون، اسامه العزوزي، الياس بن صغير، يعني الياس هيكون موجود معانا في اولمبياد باريس. يا صديقي العزيز بلال الخنوس، الياس اخو ماش، عد معانا يا صديقي شاد رياض، اسامه ترغالين، اسماعيل صبايري، امير تشالسون، اسامه العزوزي، الياس بن صغير، وبلال خنوس، والياس اخو ماش، اضافه الى 6 لاعبين يتجاوز عمرهم السن القانوني. 6 دول مؤاخذه هناخد منهم 3. يتعلق الامر بكل من ياسين بونو، ده عمل عليه اكس لانه قال مش جاي، اشرف حكيمي، ده عمل عليه صح عشان ده لمؤاخذه اكد موقفه وقال ان انا موجود. الجديد بقى يا معلم نايف اكراد، يوسف النصيري، حكيم زياش. واه 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 معلش يا صاحبي. طب بالنسبه لابراهيم دياز؟ لا والله ابراهيم دياز دلوقتي برضه بيتقال في ريال مدريد ان في نوش وعكش في موضوع ابراهيم دياز، فهنعمل اكس على ابراهيم دياز وهنحط مكان ابراهيم دياز حكيم زياش ويوسف النصيري. هتقول لي يا صاحبي يعني الثلاثي اللي ممكن يكون موجود معانا في اولمبياد باريس ان شاء الله اشرف حكيمي ونايف اكراد و الاسطوره الحقيقه كابتن يوسف النصيري صديقي وحكيم زياش. احنا ممكن نشيل نايف اجراد ونحط حكيم زياش. معلش احنا معانا شاد رياض في الخط الخلفي. هتقول لي لا ما انا عايز اشوف الثنائي بتاع المنتخب الاول في خط دفاع المنتخب المغربي، وهنضحي بقصه حكيم زياش او قصه يوسف النصيري. صاحبي براحتك، عايز تضحي باللي انت عايز تضحي بيه براحتك يا صديقي، اهو منتخبك وتغير زي ما انت عايز. ولكن انا بصراحه اول مره اعرف موضوع ان حكيم زياش ونايف اكراد ويوسف النصيري تم اضافتهم للائحه بتاع النجوم الكبار اللي ممكن يشاركوا مع منتخب المغرب، خصوصا بعد ما قلت لك ان موضوع ياسين بونو فيستك، وشكله كده موضوع ابراهيم دياز رايح للفيستك برضو. كما دمت اللائحه الاوليه 6 عناصر من البطوله الاحترافيه، ويتعلق الامر بكل من المهدي موهوب من الرجاء، منتصر الاهتيمي من الوداد، وعادل تحيت من نهضة بركان، وحمزة إيه كمان مهاجم الجيش الملكي، وتوفيق بن الطيب من اتحاد تواركا، ورشيد غنيمي حارس مرمى فتح الرباطي. هتقول لي يا صاحبي لما مؤاخذة كابتن طارق سكتوها قدام محليات؟ صديقي سيب كابتن طارق يختار، الراجل لما مؤاخذة يعني كان مدرب في الدوري المغربي ولسه الدوري المغربي خلصان، فالراجل اكيد شايف اللعيبه كلها، واكيد لما مؤاخذة يعني بيحضر لحاجه محترمه في اولمبياد باريس. في كل الاحوال يا صديقي ان شاء الله نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي اللي موجود في المجموعة اللي بتضم المنتخب العراقي والمنتخب الاوكراني، الكسندر زيرتشينكو والبكايا دول بكايا بجد بقى صديقي، وكمان موجود معاهم المنتخب الارجنتيني. ايه ده ميسي هيكون موجود في الاولمبياد؟ لا والله ماسكرانو طلع قال انا عايز ميسي، بس ميسي قال له العب بعيد. وهي دي الحكاية يا صديقي العزيز، وهي دي الاسماء بتوع ال 14 لاعب من الاسود بلائحة المنتخب الاولمبي. بصراحة اتمنى ان انا اشوف حكيم زياش واشرف حكيمي، وكمان يكون معاهم نايف اكراد او حتى يوسف النصيري، بس بصراحه هتكون رايقه قصه ان انت ضميت مساك وضميت صانع لعب زي حكيم زياش او جناح يمين، وضميت استرايكر زي النصيري. هيعوضوا معاك شويه غياب ابراهيم دياز اللي ممكن يكون صدمه بالنسبه لناس كتير، لان ناس كتير بعد اختيار ابراهيم دياز للمغرب كانت منتظره ان هي تشوف ابراهيم دياز موجود مع المنتخب الاولمبي في اولمبياد باريس، ولكن ريال مدريد وفلورنتينو بيريز كان لهم راي اخر، لن يذهب احد الى اولمبياد باريس. وهي دي الحكايه يا صديقي. قول لي لا مؤاخذه تختار مين انت من السداسي الكبار؟ لا مؤاخذه تختار مين؟ وكان مثلا موجود ياسين بونو واشرف حكيمي وابراهيم دياز ويوسف النصيري ونايف اكراد وحكيم زياش، هتختار انهي ثلاثه تطلع بيهم على اولمبياد باريس؟ قلت له يا صاحبي معلش، طب ما احنا ممكن نجيب سليم الجباري ونلعب بيه فيرود، ولا مؤاخذه ننفض للنصيري. حلو انا بحب فكره الكرييتيف ده والله يا صاحبي.